a Brazilian taxi driver. His car drove him to Islam. He used it to call to God while roaming around. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي أليساندرو مندونسا أنا عمري 48 سنة وأنا أسكن هنا في غواروليوس منطقة جوا في ساو باولو برازيل quando eu antes do islã eu tinha assim uma vida tranquila né eu não era muito de sair não era assim era uma pessoa bastante caseira trabalhava, tinha vários empregos, estudava também, viajei. Antes do Islã era assim uma vida tranquila, mas ainda não estava com um coração confortável. Não tinha um conforto no coração. Sheikh Alessandro, متى بدأت تعمل في هذا العمل التاكسي؟ وأي منطقة تعمل؟ نعم. أنا بدأت من سنة 1992 ما شاء الله من زمان من زمان من زمان انا بشتغل كل يوم يعني من اثنين السبت ده انا واقف صلاة الجمعة بس انا بشتغل منذ الساعة 7:30 حتى الساعة 8 بالليل تقريبا المساء التاكسي يعني شيء خفيف يعني ما عندك شيف ده أنت تعمل يعني مثل أنت تريد وأنت تستطيع تعمل دعوة كمان مشان ما في حدا يحكي شيء معك قبل الإسلام أنا يعني كان في وقتي بحياتي أنا يعني دائما أريد أعرف كيف الله وأنا كنت كاثوليك ولكن بس بكلام então você vai na igreja vamos dizer assim quando tem casamento quando tem falecimento que morre alguém mas eu não era muito de ir à igreja. Ana quanto ande Charles Albi, yani artes shei. Badan rocht la Adventist. Badan rocht la ana ma baraf hay testemunha de Jeová bi olhon fi Brasil. Mas fi bi blad árabe também hazadin. Aí depois com o tempo que eu comecei a querer saber como encontrar Deus. Querer saber um caminho aonde que me confortasse o coração. Então essa era a minha prioridade, ter um conforto do coração e conseguir algo que me levasse a Deus. ما شاء الله شيخ رحلتك طويلة جدا في الأديان، ولكن كيف وصل إليك الإسلام؟ E quanto ainda واحد صديق، أنا كنت بشتغل بالتاكسي كمان، بموقف تاكسي، قدام موقف تاكسي كان في محل، هذا محل صديق لبناني. أنا أعرف هو مسلم ولكن كنت لا أعرف كيف الإسلام لا أعرف شيء من الإسلام أبدا هو كان عنده محط سيارة إيجار قدام المحل أنا عزت أني أنقل بضاعتي من بيتي على بيت ثاني أنقل المحل كان هو السبب أنه نقل لي بضاعي هم كان على الباب رمضان أنا سأله كيف دينكم كيف رمضان كيف صيامكم وهو قال لي نحن نصوم 30 يوم نحن يعني نعمل زكاة ونحن نعمل صدقة في نفس الوقت يعني شيء لذيذ هو قال أنا ما شاء الله كويس أريد أعرف أكثر هو شرح لي هاي محمد عبد الله هو أعطيتني أول كتب ما شاء الله أول كتب بحياتي قدمت له الكتاب هدية والحمد لله اهتدى على الإسلام ما شاء الله إيش هو الكتاب؟ معرفة الإسلام وكتاب حياة الرسول عليه الصلاة والسلام سبحان الله أهديت الكتاب وخلاص تركته تركته هو كان شغله قدام المحل عندنا نعم صار كل يوم جمعة يروح معنا على الجامع ما شاء الله يحضر الجمعة ما شاء الله الشيخ صلاح سليمان
مرة بالجمعة هو يأتي لغوارولوس بمسجد غوارولوس وأتي درس لكل الناس. أنا أريد له كمان، أريد أذهب هناك أشوف. بعدين أنا جاي دائما معه مشان أتعلم الدين. A primeira vez que eu ouvi a surata, eu ouvi a surata al-Fatiha. Eu ouvi assim a surata al-Fatiha. Eu vi algo muito bonito. Assim, algo que abria o coração. Então, a primeira vez que eu escutei, eu estava na Mesquita Brasil. Eu não tinha escutado ainda, aprendi sobre a religião, mas não tinha escutado ainda. E eu não tinha me tornado muçulmano. Aí, quando eu fui às aulas na Mesquita Brasil, aí eu escutei pela primeira vez alguém recitar Al-Fatiha, né? E, assim, quando ele terminou a recitação, eu não entendi o que ele falava. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Mas assim a sequência, a ordem, a harmonia, o som era o que fazia algo no coração diferente. Aí eu pensei, eu tenho que virar muçulmano nesse momento. والآن بعد أن تعلمت الإسلام وتعلمت اللغة العربية الآن أنت فهمت سورة الفاتحة، ما هي قيمتها بالنسبة لك؟ أنا رأيي أقوى شيء، بفكر أنا أكون دغري مع الله، الله أتمي، يعني أمسك وأنت تعمل، أنت تستطيع إن شاء الله. وكن تسمع حكي عنا مقامه فوق ما يحكون ياخذ بيدي للجنة ويشرق من ضياه الكون أرتل فيه وتغنى وكل مرة يفيض الجون كتاب الله وما غيره رسم دربي بكل وضوح كتاب ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنا رت طريقي يا الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Quando saímos da aula, rápido eu quis ir para casa para falar para minha esposa sobre aquele momento. Assim que tudo que eu aprendia, eu já passava para ela também. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Sheikh, mata awwal marra sama't al-adhan fi al-Brazil wa khassatan naqul anta fi al-Brazil yani. Awwal marra ana sami't al-adhan ana kuntu fi masjid. رحت لهناك منشان درس وقال نحن واقف شوي منشان نحن نصلي هو تبلش الله أكبر الله أكبر بس سمعت هاي الكلمة أنا يعني شيء عجيب جدا والله ما بعرف الله أكبر كنت ما أعرف هاي بس هاي الله أكبر أنا فكرته الله يعني كبير أنا لا أعرف مانا الله أكبر بس أنا فكرت بالبرازيلي الله ديوس شعيرة الأذان هي من شعائر الإسلام وتعظيم هذه الشعيرة من تعظيم الإسلام ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ممكن بعضنا ما يشعر بأثر هذا الأذان ولكن غيرنا يستشعر قيمة هذا الأذان Para mim falar sobre o dia em que eu me tornei muçulmano foi um dos dias, se não o dia mais feliz da minha vida, né? No dia que eu decidi que era a hora de eu me tornar muçulmano. ومن حرصه على إسلامه ذهب إلى لبنان وترك كل شيء وراءه العمل والمنزل وكل هذا في سبيل تعلم الشريعة واللغة العربية. ما شاء الله تبارك الرحمن شيخ أليساندرو أنت نطقت بالشهادة وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ولكن كيف أقنعت زوجتك في الإسلام؟ أنا دائماً أنا بروح الدرس أرجع بالبيت لك أنا علمت هذا كيف الله كيف رسول أنا دائماً أعلمها كل شيء أنا أخذه أنا أعطيها شوي لزوجتك نفسه يعني أنا أجي بالبيت مسرور نعم الدغري أشرح له نعم أي بعد ذلك بعد عشرة شهر ونص أكثر شيء
هي كمان قل لي أنا أريد أسلم. ما شاء الله. هي أول من أسلم من أهلك؟ نعم، من أهلي أول أختي. بعد أختي أدخل الإسلام وزوجته، بعدين زوجها، وبعد ذلك هي دائما تكلم معي كيف نحن، يعني كيف نحن نفتح للإسلام لبي وأمي. أنا دائما أشرح لأمي من رسول، من رسول محمد صلى الله عليه وسلم، من الله. أنا دائما أشرح لها. وبعد السنة تقريبا أمي قال لي أنا أريد أتشهد، الله أكبر، ولكن في شهري. أنا قلت ماذا؟ يقول أنا أريد وبي كمان تشهد. طيب أنا قلت طيب هلك أنت هون وأنا أتكلم بي. بعدين يعني أنا بلشت أتكلم معه. وبدأ أليساندرو يناقش والده حول الإسلام والحق، حتى بدأ يلين قلبه وينشرح صدره للهداية. في نفس يوم أنا سألت بي أنت تريد التشهد؟ هو قال نفس الشيء مثل أمي، إذا هي تشهد أنا كمان أشهد. نعم ما شاء الله. في نفس يوم أختي جيبي أمي وأنا جيبي بي بغرفة. بي من أول عمل الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، ونفس وقتي أمي كمان أشهد أن لا إله إلا الله. ونحن كلهم بالمطبخ يعني بيبكي ومسرور وكل شيء كله. في نفس يوم كمان هي بيقول أنا لا أريد بس أعمل شهادة، أنا أريد أعمل شهادة وألبس حجاب. الله، نفس اليوم. نفس يوم هي تلبس. ما شاء الله. هي ألبس حجاب الحمد لله. أمك ما شاء الله أسلمت في أي سنة شيخ؟ 2008. 2008 متى توفيت؟ 2012. ما شاء الله. أربع سنوات لها في الإسلام. أربع سنوات الإسلام. هي عندما هي توفي نحن كنا نسوي الأوراق مشان لها الحج. هي مات بنفسه سنة. الحمد لله. كان النية وأنا بس أنا وهي هي كانت مريضة شوي، بس النية رحنا للمستشفى حكيت معها نحن بنروح للحج إن شاء الله هاي السنة، أنا حكيت معه هي قال إن شاء الله معك، أنا ما بخاف، أنا بروح معك إن شاء الله. بس نفس السنة توفيت. سبحان الله. قال نستشعر نعمة الوالد والوالدة، من له أم من له أب، النعمة التي نعيشها نحن في الإسلام. أخي أليساندرو، يعني الوالد مسلم والوالدة مسلمة، ونقصر اتجاه الوالد والوالدة من ناحية البر. وأنا أعلم الآن ما في داخله أليساندرو، هو كان يتمنى أن يأخذ والدته على ظهره ويحج بها. تضيق الدنيا بس تفرج إذا رتلت منك آيات، ولاقي بعدها مخرج سطورك بلسم الأوقات. شرب قلبي الندى وأوراق بصدري نبضه اللي مات، كتاب الله وما رسم دربي بكل وضوح كتاب الله. أنت ساهمت في إسلام الكثير من خلال عملك هذا في التاكسي. نعم. حدثني عن الطريقة كيف تسلمون على يديك ما شاء الله. يعني أول شهلي هون بتاكسي كل الناس بيشوف أول شيء اللحية، بيشوف اللحية طويلة. أول سؤال من وين أنت؟ كيف أنت مسلم إذا مسلم إذا أنت برازيلي؟ أنا قلت كل إنسان في هذه الدنيا يستطيع يدخل الإسلام. يتقبلون الناس هذا الشيء؟ نعم. كثير سأل كيف الإسلام مشان هون في البرازيل، يعني كل الناس أول شهلي يريد يعرف شو معنى الإسلام. Vou te dar um folhetinho tá explicando sobre a religião islâmica. Acho que você vai gostar. شيخنا، بعد مرور الأيام جاءك خبر دخول الإسلام، وكان السبب الله سبحانه وتعالى ثم هدائك الكتاب له. ايش كان شعورك؟ توقعت هذا الشيء انت اصلا؟ توقعت انه يدخل الاسلام؟ لا، ما كان مهم يبني، لا بس كان
كنت انا مفكر انه هو ان شاء الله بيكون، وكان يوم كثير عندي عزيز يعني وفرحه هيك كبيره. هنيئا للشيخ محمد عبد الله، اهدى كتابين لاليساندرو، بهذين الكتابين اسلمت اسره كامله مع اليساندرو. لا تحقرن من المعروف شيئا، جميل ان تلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامه وانت كنت سببا في هدايه البشر. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي. الله يسامحك يا عزب، راح اركب السيكل. بس ورا ثاب بس. يلا داير نوع احمد كل ما اوكي باك اكشن تشيك ساوند شغلت المايك شيخ ولا اشكر الشيخ على اوف كده نور في الظلمه في الضيقه ساعه كل ما اتلوه او جيت اسمعه انسى في بينه مع حد كده يا شباب واحزاني معاه من عرفت صارت ايامي هنا اكشن النبي اللي انت بس فقط قول شكرا شيخ فهد على هذه الهديه. Eu agradeço muito ao Chef Fahd Alkandari por esse livro que ele me deu. اشترك معنا في هذه القناه باذن الله راح توصل لك حلقاتنا اول باول وساهم معنا في نشر هذه القناه.